قواعد البرنامج: الاحترام لكل المرشحين أيا كانت خلفياتهم السياسية. البرنامج يهدف إلى مناقشة برامج المرشحين لمنح الناخب قدرة أكبر على اتخاذ قراره. على الجميع احترام التوقيتات المحددة للفقرات والإجابة على الأسئلة. ضيوف المرشح الموجودون معنا في الاستوديو من أنصاره وهم معنا لدعمه معنويا. لجنة الخبراء تناقش المرشح كل في تخصصه طبقا للتوقيتات المحددة. من حق المرشح الاعتراض على أي سؤال، ومن حقه أن يرفض الإجابة عنه. من حق مدير الحوار أن يطلب من اللجنة أو من المرشح توضيح أي نقطة ملتبسة أو غير واضحة. من حق مدير الحوار التدخل للحفاظ على مسار البرنامج وتوقيتاته الزمنية. صدق المشاعر في صوتك أعذب غنياتي، دفء الليالي في قربك أجمل ذكرياتي. بعادك طال، بعادك طال وعز علي في المنام لقياك. شوف وين وداني غرورك ووداك، حبل المودة طوب نجاة مده للوداك. إن كان زمانك عاصي وقساك طوعه وما تطوعه، تهجر حبيب صباك. طاف خيالك واحتوتني الذكرى في ليل صفاك. أنا والغرام والذكرى وهواك اجتمعنا في ليلة وقلنا ننساك. قلنا الغرام تبدل وغير شكلك الفتان، سافر وارحل لبعد مكان، عش وحيد في غربة وانسى الكان. أنساني أنساني وانسى الذكرى والفات زمان. سافر الغرام سافر الغرام وبقينا أنا والذكرى وهواك. أصبح الصباح وفي شروقه هبت نسمة ذكراك، تداعي برموش السهرانة تترقب لقاك. مرت الذكرى مرت الذكرى وتحمل أثقال جفاك، رحلت للأمس. الماضي ليس مجرد مكان تسكنه الذكريات، الماضي أساس الحاضر والمستقبل. من يفقد ماضيه؟ من لا يعرف حقيقته؟ من أحبني؟ من أبكاني؟ من يعرفني؟ من أنا؟ مسلسل مدى العمر قريبا على CBC من السبت إلى الأربعاء الساعة 10 مساءً.